القضية الفلسطينية احنا عارفين من يوم 15 مايو سنة 48 او يوم النكبة او يوم اعلان دولة اسرائيل، منذ ذلك التاريخ حتى الان احنا بنتكلم في اكتر من 65 سنة. 65 سنة دولت كان صراع مرير بين العرب وبين دولة اسرائيل او الكيان المزعوم لدولة اسرائيل، لحد ما تم هناك بعض الحلول اللي اتخذت بها جزء من اراضي الدولة الفلسطينية، حاليا هي في الضفة وغزة، لكن للأسف الشديد لم يكتمل الحلم الفلسطيني اللي كان موجود. احنا عارفين ان اول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية كان احمد الشقيري، تاني رئيس او الرئيس التنفيذي اللي طلع منظمة التحرير الفلسطينية اللي كبدت العدو الإسرائيلي أكبر خسائر كان المرحوم ياسر عرفات. ياسر عرفات هو يعتبر الأب الروحي للفلسطينيين كلهم، الأب الروحي لجميع الفصائل الفلسطينية. احنا عارفين ان الفلسطينيين كل واحد بيدافع عن قضيته من وجهة النظر بتاعته، انما كل رغم اختلاف الأيديولوجيات اللي موجودة واختلاف الرؤى اللي موجودة، انما كان هدفهم واحد وكان زعيمهم اللي ما اختلفوش عليه واحد، ياسر عرفات. احنا النهاردة بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة ياسر عرفات، اكيد بوفاته فرحت اسرائيل قوي لانها تخلصت من العدو الاول لدولة اسرائيل اللي هو الرجل الفلسطيني الوطني اللي كبدهم خسائر، اللي كان من الشجاعة ان احنا بنسمينا قلبه كان ميت، اللي قعد في تونس تحت الحصار، اللي قعد في لبنان تحت الحصار، اللي كان واقف وقفة شجاعة ومرضاش يسلم القضية لاي شيء اخر تاني. احنا عاوزين ناخد من السيرة بتاعته اللي ابتدت لحد النهاردة، ناخد منها جزء من العبر، ندي دي دفعة للناس الشباب الفلسطينيين اللي موجودين. انا بشوف ان لابد من وجود اتفاق بين الفصائل الفلسطينية خاصة اهالي الضفة واهالي غزة، لان الاتحاد في مواجهة العدو او الخطر الخارجي هو ده اهم حاجة. بعد كده احنا جوه بقى مش هنقول نتناحر، نقول نختلف، انما في حاجات نختلف عليها وحاجات ما نختلفش حواليها. يعني في فرق بين ان انا اختلف معاك، الخلاف والاختلاف. انا مش عاوز انا عاوز تبقى الفصائل اللي موجودة. صحيح احنا عارفين ان حماس جزء النهاردة ما هوش على وفاق تام باهالي الضفة الغربية، انما في الاخر من الممكن ان انا اشوف انا عاوز اعمار غزة زي المؤتمر اللي اتعمل لاعمار غزة. ده يتم ازاي بفصيل واحد يعمله؟ لازم احنا الاثنين نبقى موجودين، جميع الفصائل تبقى موجودة. وانا بشوف ان دي مناسبة وذكرى كويسة لوفاة الزعيم ياسر عرفات، ان في الوفاة دي نلتف حول رمز واحد، نلتف حول دولة واحدة، نعمل لها دستور موحد، نقدر نعمل انتخابات في الفترة القادمة. انا قعدت مع الرئيس محمود عباس ابو مازن اكتر من مرة، مرات كتيرة جدا. هو الراجل بيقول اخوانا انا مش هنزل انتخابات تاني. طب بس وحدوا الصفوف، وانا قلت له ما تسيبش المركب وهو ماشي، انت اوصل لبر امان، تعالى يا عم احنا توحدنا، ادي اهالي الضفة اهالي غزة موجودين دولة واحدة في مواجهة الخطر الخارجي اللي موجود، نبتدي نعمل انتخابات ونشوف مجالس تشريعية والحكومة اللي هي موجودة حكومة الوفاق الوطني يتم الاتفاق عليها. المؤتمر الاولاني اللي كان لاعمار غزة في 2008 لم يتم استكمال الاموال اللي الدول وعدت بها، كان حجة الاتحاد الاوروبي كله ومعظم الدول الاوروبية انه والله احنا مش هنمول حكومة ارهابية اللي هي حكومة حماس اللي كانت موجودة. طب يا اخوانا النهاردة احنا خلصنا القصة دي 24 قراط، احنا متوافقين، يبقى الفلوس ترجع تاني، وده اللي يسبب نوع من انواع الاعمار. وفي ذكرى الزعيم ياريت الكل يتوحد.